Hello everybody, how are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس رائع جدا. ودرسنا اليوم عبارة عن مجموعة من أهم العبارات الأساسية المهمة المستخدمة بشكل متكرر في الحياة اليومية. الكثير يقول أنا يعني نفسي إنك أنت بدون شرح قواعد متطول ومتعمق أعطينا كذا العبارات اللي بنستخدمها يوميا بس بشكل مبسط، وأريدك أيضا أن تساعدني يا أستاذ مراد كيف ممكن إننا أحفظها. طيب ركز معي، اليوم هعطيك عدد كبير جدا، ممكن الفيديو يكون شوية سريع ولكن انت ممكن تعيد الفيديو اكثر من مرة. الهدف ان انا مش حاب اطول الشرح واطول الفيديو، بس افهم الطريقة اللي انا حاب اوضح لك اياها. من اهم العبارات اللي بندرسها في اللغة الانجليزية هي العبارات اللي بتتكرر بشكل يومي. يعني انت من العبارات اللي بنستخدمها مثلا I get up، انا استيقظ. جميعنا يعرف انه I get up، انا استيقظ، تمام؟ I، انت الان السر اللي اريدك تركز عليه اني اريدك ان تغير ال get up، فتقول مثلا I wash my face. خذ بالك ان هذه عبارة جديدة، انا اغسل وجهي، انا اغسل وجهي. I get up احفظها، I get up أنا أستيقظ، I wash my face أغسل وجهي. I go أنا أذهب، to إلى. I get dressed. ركز معي، المطلوب منك إنك أنت بتحفظ العبارة كما هي. I get up، I get up أنا أستيقظ. I get up خلاص تكررها وتحفظها إن أنا أستيقظ. I get up، I get up. I wash my face، I wash my face أغسل وجهي. I wash أغسل my face وجهي. I go أنا أذهب to، وهنا غير يعني I go to work أذهب إلى العمل، I go to school أذهب إلى المدرسة، I go to university أذهب إلى الجامعة. I get dressed أرتدي ملابسي، هذه عبارة تحفظها كما هي. أرتدي ملابسي I get dressed، I get dressed، I get dressed. طيب أخذ دش، I have a shower، I have a shower، I have a shower. أأكل، I eat breakfast، I eat breakfast. تستطيع أنك تغير البريكفاست إلى lunch غداء، I eat lunch، أو dinner اللي هو العشاء. إذن I eat تحفظها كما هي I eat. كجملة أتناول إفطاري I eat breakfast، I eat breakfast، I eat lunch أتناول الغداء تتحول، I eat dinner أصبح أتعشى. أنت الآن أخذت مجموعة من الجمل، إذا أخذت مجموعة أخرى I play، وهنا تستطيع أنك تغير I play football، tennis، أي شيء. المهم إنك أنت تحفظها كجملة. I play football، I play tennis، I play chess ألعب الشطرنج. I study أنا أدرس، وهنا مفتوح المجال. I come back، come back تعني أرجع، وهنا الرجوع ممكن يكون إلى المنزل، إلى العمل، إلى أي مكان. I come back مثلا home، أعود إلى المنزل، أرجع إلى المنزل. I watch أشاهد، ممكن تقول تي في، I watch news، I read أنا أقرأ، I listen أنا أستمع. ما أريدك أن تلاحظه إنه كلمة I كما هي I، التغيير كله فقط عشان بس ما تصعب المسألة على نفسك في عملية إنك تشعر إنه حفظ الجمل هذه صعب. لا مش صعب، أنت يا عزيزي بتحفظ مجموعة من الأفعال. واحد يقول لي لا أنا شايف جملة طويلة، لا مو جملة طويلة، أنت بتحفظ الآي كما هو آي، أنت بتحفظ go، get، have، eat، wash، get، study، play، come back، watch، read، listen، أنت بتحفظ مجموعة من الأفعال. الآي أصلا موجودة مسبقا، يعني آي وثم اختار الفعل، I study و go و play و listen. العملية بسيطة لا تصعبها. فلذلك أنت الآن ركز معي، معنا 1 2 3 4 5 6 وأصلها 6 7 8،
وهنا ايضا 9 10 11 12 او 10 12 جمله بشكل سريع جدا اخذناها. عمليه حفظها ليست صعبه كما يعتقد البعض، يعني لذلك انا وضحتها لك، انك انت ممكن تقول اي وتضع افعال جديده. يعني يا استاذ مراد انا الان كل ما احصل على افعال جديده ممكن اضعها بنفس الترتيب؟ يا سيدي نعم. يعني مثلا انت ممكن عندك فعل جديد حفظته اللي هو فينش او كوك أو مثلا كلين، انت تستطيع ان تقول اي ايوه فينش، وهذه معناتها يا استاذ انا انتهي بالضبط. واذا اردت ان استخدم كلمه كلين، اي كلين انا انظف، وتستطيع انك تضع مثلا ماي كار انظف سيارتي، ماي روم انظف غرفتي، اي كلين، اي كوك انا اطبخ. انت الان بتحصل على جمل. الفرق ما بين انك كان عندك كلمات وانك يصبح عندك جمل هي هذه الطريقه. وهذه تقول لي لا عيد للموضوع كله بس باختصار كذا. باختصار انت معك مجموعه من الافعال، جميل، واخذت ودربتك انا انك تقول اي جيت اب انا استيقظ، اي واش انا اغسل، اي جو انا اذهب، اي جيت انا ارتدي، اي جيت دريس انا ارتدي ملابسي، اي هاف ا شاور اخذ دش، اي ايت انا اكل سواء افطار ولا غدا ولا عشاء، اي بلاي انا العب، اي ستدي انا ادرس، اي كم باك انا ارجع او اعود، اي واتش اشاهد، اي ريد اقرا، اي لسن اسمع، اي فينش انتهي، اي كلين انظف. كل ما انت لاحظته انه انا بقول اي واتي بفعل، صح؟ فانت الان اعطيني افعال جديده، احفظ افعال جديده وضيفها داخل جمل فتصبح عندك مجموعه من الجمل الجديده. اي ها براي اصلي، اي ها ميك انا اصنع كيك. اذا اي وثم تضع فعل ويكون لك جمله جديده. طبعا هذه دروس بسيطه جدا بتحاول انها تفتح لك الطريق، تعلمك انك انت تستطيع انك تحصل على مجموعه افعال وبالتالي تكون جمل جديده، تحصل على مجموعه افعال وتكون مجموعه جمل جديده. وكل ما اصبحت جملك جديده كل ما يعني اصبح عندك جمل اكثر، وكل ما اصبح عندك جمل اكثر لغتك الانجليزيه بتتطور وتصبح افضل. انا اتمنى انه يعني هذه الفيديوهات تكون مفيده لكم، واتمنى انكم انتم تطبقوها. يعني ممكن اللي يقول يريد ان يشاهد السبوره كامله، هذه هي السبوره كامله، لكن باختصار باختصار انا بس بافتح لك الطريق، يعني كما يقال انور لك الصوره بتصبح واضحه بالنسبه لك. احصل على افعال، طبق واعمل جمل، بس العمليه بسيطه جدا. نهدف ان يكون عندك عدد جمل اكثر، ونعلمك على الطريقة انك تاخذ الفعل عشان ما تنسى تدخله في جملة فيثبت عندك. اتمنى ان يكون الفيديو فادكم، وتشاركوا مع غيركم، وشاركوا الفيديو مع غيركم كما اخبرتكم، اضغطوا لايك. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، good luck، حظا موفقا، and see you soon، اراكم قريبا، مع السلامة الله.